قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لفراغه مما يثقله، أي لفراغه مما يثقله، فهو يقولها لفظا ولا يتحقق بها معنى، فلا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها. يعني تجده يقول لا إله إلا الله وبعدين يستغيث بغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله. فهذا إنما تجري على لسانه لفظا، فهو لا يعقل معناها ولا يعمل بمقتضاها. فلأنه لو عقل أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه مقتضاها أن لا يجعل لغير الله سبحانه وتعالى عبادة، لما فعل ما فعل. ولكن صار في المتأخرين كثير من الناس الذين يقولون لا إله إلا الله لفظا، ثم يستغيثون بغير الله، ويدعون غير الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويتوكلون على غير الله، ويخافون من غير الله، حتى يقول قائلهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر وهو رجل من صالح الحنابلة. فيبلغ القول بهم أن تصدر منهم مثل هذه الكلمات التي يتعلقون فيها بغير الله سبحانه وتعالى، وتجدهم ينفقون أموالهم قربات لغير الله، ولا ينفقون لله سبحانه وتعالى شيئا، بزعمهم أن هذا يوصله الولي إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يتقربون إلى ذلك الولي بنذورهم وأعطياتهم. والذي يرى المشاهد الجاهلية في خارج هذه البلاد وما عليها من صناديق النذور وما هي طافحة به من المال، يعلم صدق كلام المصنف رحمه الله تعالى أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، لأنه لا يقولها مع عمل بها، كما قال حافظ إبراهيم من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. نعم.